سلام حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم بأون غوسيت جديدة اللي هي غوسيت السابلي والمعتمدة عندي. وقبل ان نبدا حبيت نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا لعندي ونقولكم مرحبا بكم في قناتكم. في هذه الوصفة نحتاج 400 غرام ماركارين، 8 ملاعق كبيرة سكر غلاس، قرصة ملح، 4 ملاعق صغيرة لافاني، 8 ملاعق كبيرة نشا مايزينا، 4 صفار بيض، ونشيحه بالفرينة ونحطه 4 ملاعق صغيرة خميرة الحلوى. وأول حاجة بديتها هي حطيت 400 غرام تاع المارغرين وبديت نحلل فيها بيدي حتى ذابت، ومن الأفضل تكون بحرارة الغرفة، حتى ذوبتها مليح بيدي حتى تحصلت على اون كريم. هكذا باش نبدا نضيف المقادير اللي جايين. نضيف 8 ملاعق كبيره سكر كلاس، ومن الافضل نديرو فيها الصفايه ونصفيها مليح باش هكذا نتجنب الحبيبات، ونحاول نذوبو مليح في هذيك الماركارين. نضيف 4 ملاعق صغيره من لافاني ونبقى نحرك مليح حتى يتجانس لي الخليط وتذوبو ويذوبو جميع المكونات. نضيف 8 ملاعق كبيره من المايزينا اللي هي نشا، ونكمل نخلط مليح الخليط بيديا حتى يتجانس كامل المكونات. نبدا نضيف صفار البيض، نحتاجو 4 صفار بيض، نبدا نضيفهم للخليط ومن الافضل ندخلهم بالبيضه، ونبقى نحرك مليح حتى يتجانسوا لي كامل المكونات. وبعد ما حطيت كامل المكونات نبدا نشيح بالفرينه. البنات ما نقدرش نعطي لكم الكميه البينه كميه تاع الفرينه، لانه كل وحده والفرينه كاينه اللي تزرب تشرب وكاينه اللي ما تشربش، كل وحده كيفاش. بقيت انايا درت عيني ميزاني، المهم بقيت نلوح في الفرينه ونحط فيها حتى نتحصل على العجينه متماسكه، ما تكون طريه بزاف، ما تكون يابسه. ومع الفرن ما ننساش نحط 4 ملاعق صغيره خميره الحلوى. بعد ما وجدت لي العجينه حللتها بالحلال وبديت نطبع فيها ونحطها في لي بلاطو هكذا باش ندخلها طيب في الفرن. خيرت شكل تاعها يكون دائري وسامبل كيما سابلين مدارين ولا مالفين، نديروه. واستعنت تاني بشويه تاع لافارين، كنت في كل مره نحط هذاك الطابع في لافارين باش ما تلصقليش وتخسر لي العجينه، ونعاون روحي بهذاك على باليش كيفاش يسموه، نعاون نتي نلط عليها غير بالعقل باش ما تلصقليش، وفي حد ما اذا لصقت لي نلط عليها غير بالعقل هكذا غير بالعقل. شوفوا البنات الطريقه هكذا باش ما كلها يتخسر لي الحبات تاع السابلي ويجيو ملاح فينين وهايلين. كملت كامل الحبات اللي بقاو لي وكملت كامل العجينه بنفس الشكل وبنفس الطريقه، ونحطوهم يطيبوا. بعد ما طاب لي السابلي تاعي راهو واجد. البنات ما ضحكوش عليا لانه كاينين حبيبات مساكن احرقتهم، لانه كانت لا بريسيون ومع الوقت ما كاش ومزروبه حرقتهم شويه. المهم نكملوا البنات في الطريقه. حطيت كامل هذوك لي سابلي، الحبات اللي جيو من الفوق حبيت نديرهم سكر غلاس، حطيتهم في البلاطو وبديت نحط عليهم سكر غلاس، وفي بول من جهه واحده اخرى حطيت الكونفيتور، ما حبيتش نضيف له ما زهر خليته كيما راه. حطيت في كل حبه شويه تاع الكونفيتور كيما راكم تشوفوا، ومن بعد حطيت فوقها حبه واحده اخرى، وعاودت حطيت داخل هذاك صابلي الكونفيتور. انا نحبه بهذه الطريقه ويعجبني بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. وكملت كامل الحبات كيف كيف بنفس الطريقه ونفس الكيفيه، وان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت هذه اللي انا معتمدتها، وندير دائما صابلي تاعي يجي بنين وطري وهايل. البنات الى عجبكم الطريقه وسيتو ما تنساوش تبعتولي تطبيقاتكم على
الانستغرام تاعي وتبعتوا لي تصاور تاع صابلي اذا درتو بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه وبنفس المكونات اللي عندي. ان شاء الله يعجبكم حبيباتي هذا الفيديو. نلتقيو في فيديو اخر باذن الله، ونشكر كامل اللي دعمني بالاشتراك، وما تنساوش حبوباتي تخلوا لي جام وكومونتير، انا راني نرد على جميع التعليقات تاعكم. ونقولكم حبيباتي نلتقي في فيديو اخر باذن الله. سلام.